الحجازي يبحث آليات تفعيل وتشغيل مركز العاشر من رمضان لذوي الإعاقة. ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماع مجلس إدارة مركز العاشر من رمضان لذوي الإعاقة، وذلك لبحث آليات تفعيل وتشغيل المركز وتعظيم الاستفادة منه، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية. وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الإعاقة، كما تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع. وتناول الاجتماع مناقشة الخدمات التي يستهدف المركز تقديمها خلال الفترة المقبلة، والكوادر المتخصصة التي تستهدف الوزارة إلحاقها بالمركز للعناية بجميع الطلاب من ذوي الإعاقة.